السلام عليكم، يسعد مساكم الغوالي، كيفكم؟ ان شاء الله الكل بخير. رجعنا لكم فيديو جديد نحكي عنه شوي عن الوضع هلا ووضع قبل الجهوزية ووضع الجو البارد، باعتبار الاغلب المناطق عند درجة الحرارة عم تنزل ناقص صفر، ناقص اثنين تحت الصفر، ثلاثة تحت الصفر، مثل عنا هلا نحن درجة الحرارة اثنين او ثلاثة تحت الصفر. الحمد لله وضع الطيور كويسة. بشكل عام شباب، سكروا كل المنافذ اللي عندك اللي فيها شباك الهواء بالليلون، لا تخلي عندك اي شيء، الكل بتسكر. سكر اول شيء، تسكر المنافذ، لا تخلي اي هواء. درجة الحرارة والمي هلا عبيتها عم يطلع منها بخار، يعني حتى المي بيطلع منها بخار اذا بتلاحظ الصورة. عندك شباك سكروا، باب ليلون، قطعة ليلون، هاي قطعة ليلون عاملين لها باب، افتحها هلا شوي بس انه الشمس. الاكل اهم شيء، الاكل يا شباب، النوع البزر، نوع البزر، انواع البزر شكلها، يعني بشكل عام خليها مشكلة. يعني شوف عندي هذا الطير يحب بزر الكيف، يعني هون هلا اللي بدي ازيد له اياها، انا حط كميه قليله يعني شو انه، بس بهالبرد هلا بدي احط له البزر وازيد له البزر. طبعا شوفوا معي هون، هلا في هذا بزر دوار الشمس او عباد الشمس مثل ما بنسموه، حاطط له معه قطع جوز. شوف الجوز، هذا قطع جوز هلا بنعمه. ليش حاطط له معه؟ في طيور ما عم تاكل البزر، في طيور ما عم تاكل البزر. طيور ما عم تاكل الجوز، فتيجي تاكل البزر. لما تاكل البزر، البزر بيتكسر، يتكسر فتاكل قطعة صغيرة من البزر اللي يقع جوات المعلف، فتيجي تاكل الجوز مع البزر. هون عندي خلطة كاملة حتى معها جوز، الجوز المفيد هلا بهالوقت. طبعا خضرة بشكل عام وقفتها ناقص ثلاثة تحت الصفر او اثنين تحت الصفر، وقفت الخضرة كلها. هذا بزر الشوك، هذا بزر الشوك ناعم يجي، معرف اذا في حدا غير بزر الاسود طبعا او بريق الاسود او مثل ما تسموه، هذا بزر الشوك يجي ناعم. طبعا بالاضافة حطيت لون شوك، شوك بري، لانه هالوقت هذا بالبرد هذا محتاجينه مشان لا يمرضوا. طبعا عندي هون خلطة كاملة بحط كل شيء فيها، هون كمان اريد يكون ضل زيادة ما يكون ناقص، يعني الاكل هون بهالوقت هذا بالبرد هون لازم اكل عندك يكون زيادة ما يكون ينقص، يعني اليوم ما طلعت عند العصافير خلص مأمن عندهم اكل زيادة. نسيت الطير اليوم، ما طلعت لفوق، ما شفته، ما رحت على الغرفة، عندك شغل، التبك شيء، تعرف انه عنده اكل زيادة. فالطير بهالمرحلة اخص بالبرد يا شباب، اذا الاكل نقص عليه اعتبر الطير مرض، والطير بس مرض حتى لو طاب من مرض وشفي يرجع يمرض مرة ثانية وتخسر الطير. نصيحة شباب، الطير بس مرض اول مرة خلص اعتبره راح يرجع ينتكس مرة ثانية ويمرض مرة ثانية ويرجع يموت. يعني ايش قد ما تعالج فيه وايش قد ما تزبط فيه راح يرجع يموت مره ثانيه. واتمنى التوفيق للجميع يا شباب، ولا تاخذونا اذا نقصنا عليكم شيء، واذا في شيء اي شيء ناقص يا شباب، اي حدا يلزمه شيء اكتب لي بالتعليقات فيني ارد عليه. واتمنى موسم خير للجميع يا رب، واتمنى لكم التوفيق يا رب. السلام عليكم.